Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم العائلة، كديرين؟ بخير، كل شيء مزيان إن شاء الله، كل شيء يكون بخير وعلى خير. الدراري القدام أبطال هذوك، راه ما نهضروش عليهم، أغلبية ديالهم راه كل شيء كيعيش في أوروبا دابا. الله يسهل عليهم، الله ييسر أمورهم. الدراري راه كيعرفونا، بداو معانا هادي 3 سنين، هادوك راه ما كنحتاجش نوصيهم. الدراري جداد، ابوني سبسكرايب، خلي لي لايك الا عجبك المحتوى، دوزو عندي انستغرام حتى هو، نخلي لكم هنايا في هاد البلاصه هادي. نبداو على بركه الله. السرعه 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 الفائقه الدراري، الدراري اللي جداد مرحبا بكم، حيت وصلوني بزاف ديال الميساجات. خويا انا طحت في لاشين ديالك غير بالصدفه، خويا طلع لي الفيديو ديالك. بزاف ديال الدراري ما كيعرفوناش شنو كنا كنديرو، بزاف ديال الدراري ما كيعرفو علينا حتى شي حاجه. نقدم لكم راسي الدراري. انا سميتي اكرم، ولد مدينه شوادزم. واحد الحاجه اللي تقريبا بزاف ديال الناس ما كيعرفوها، انا اول يوتيوبر مغربي عربي شمال افريقي كيوثق الرحله ديالو من المغرب حتى لطاليان بالصوت والصوره. داكشي اللي غتشوفو من ورايا راه الكوبي، فهمتي؟ انا هو الاوريجينال. مرحبا بكم في لاشين الدراري، وتحياتي. كنتسنى السيبورت ديالكم، وان شاء الله ما يكون الخير، نكبروا هاد لاشين هادي وندوزو ليطاب واحدة أخرى، وندوزو لواحد المرحلة واحدة أخرى كاملين ونرونوها إن شاء الله. نبداو الدراري على بركة الله. من بعد 3 سنين، وأنا حابس اليوتيوب، الفيديوهات الآخرين هادو التلاتة الفيديوهات اللي حطيت الآخرين في لاشين عندي، جاوني بزاف ديال الأسئلة، ولكن أكثر سؤال كان كيتعاود هو: خويا اشرح لينا كيفاش درتي حتى خديتي الوراق ديالي. هو سؤال شويه كيبان لكم نتوما ساهل، ولكن بالنسبه لي انا وبزاف ديال الناس راه ماشي ساهل. باش تهضر عليه زعما وانت مرتاح راه ما تقدرش، هادي راه حاجه باينه، ولكن غنحاول نوصل لكم الفكره، غنحاول نقربكم من الموضوع، ونحاول نعطيكم واحد الصوره كيفاش يعني انسان يقدر يدير. المهم اخوتي، انا كنت من البلاد في الاخر ديال 2018 11 كنت خرجت من المغرب. وصلت للطاليان، العيد ميلادي كان باقي عليه شويه، ديك 9 شهر 4 المهم في الحدود 2019. من وراها كان وقعوا بزاف ديال المشاكل شويه بشويه، يعني فهمتي؟ ايطاب بار ايطاب الدراري، غنبقى كل مرة نعاود ليكم شوية بشوية، حيت راه 3 سنين وانا حابس. وهاديك 3 سنين اللي دوز، اقسم بالله العلي العظيم، الدراري راه كانت بحال 7 سنين ولا 10 سنين، كانت شي حاجة ماشي سهلة باش تجي تهضر عليها في واحد الفيديو اللي صغير، يعني ماشي شي حاجة اللي سهلة. الدراري اللي تماك راه كيعرفونا، راه كيتلاقاو معانا، راه كيشوفونا، راه عارفين. بزاف ديال الدراري كيعرفو شنو داز علينا، بزاف الدراري وقفوا معانا كيما ما وقفوش معانا بزاف ديال الناس. ويا غادا راه الحياه هادي، كتلاقيك مع ناس مزيانين وناس مشرارين، وربي يحد الباس وصافي، والله يسهل على اي واحد. الدراري خلاصه القول، الله يصايبو صافي. الدراري اللي في اوروبا ما عندهمش الاوراق، الدراري بحال عذروهم، بحال اي حاجه تجي منهم عذروهم. هذا انا كتجربه شخصيه، انا ماشي قاري كتاب باش غنقرا واحد الكتاب وغنجي نعرضو عليك نتا، ولا تجربة شخصية عشتها شفتها وتعايش معاها، والحمد لله شوية بشوية رانا لاباس الحمد لله. بو الدراري، كيفاش خديتو ورقية؟
الوراق ديالي خديتهم في القانون اللي تشحل اللي تصادق عليه في البرلمان وبكاش عليه الانسه بيلا نوفا. خلي لكم التصويره ديالها هنايا اللي ما كيعرفهاش. Per molti può essere considerato un punto non un punto accessorio, per me, per la mia storia, è un punto fondamentale. E mi riferisco all'articolo 110 bis, l'emersione dei rapporti di lavoro. Da oggi, per la scelta che ha fatto questo governo, gli invisibili saranno meno invisibili, quelli che sono stati brutalmente sfruttati. كاتش في البرلمان على قبل الحراقه باش يصايبوا لهم الوراق حيت في كورونا كنا تمحلنا الدراري بزاف قسم بالله العلي العادي وحق الله العلي العادي من الدراري في كورونا كيفاش دوزناها حنايا اللي كنا في الطاليان كانوا كيموتوا عندنا الف في النهار طوندونس الطاليان في العالم كامل المرتبه الاولى كنا وتابعنا ايران تابعنا اسبانيا قسم بالله 24 ل 24 ساعه كتسمع الصوت ديال الاسعاف راه ما باقي كاع ما حليش وما والو هذا حتى هو باقي عام راه باش تخرج جيب اخو بزاف انت ما عندكش الوراق بحال كدير حرقه بحال كتريسكي حق الله الا كنت كنخرج كنبقى حادي الطوبيس شحال باقي ليه ديال الوقت كنخرج بالجري كنطلع في الطوبيس كنمشي كنجري ومخبي باش ما يشوفنيش زعما شي البوليس مشوفوك من برا ولا وفين كنت كنهبط كنت كنهبط كنمشي كنتقدم لواحد الكاريفور اكسبريس هذاك الخضر غالي اصلا كاريفور غالي هو اصلا غالي وانا كنت كنمشي كنتقدم كاريفور اكسبريس غير باش ما نتلاقاش معاهم كتقول الله وما تكون مثلا الا غادي نمشي نتقدى 100 يورو كتمشي لهداك كاريفور اكسبريس كتولي مقدي واحد 150 اورو 130 اورو كتقول هاديك الشي اللي زايد هاني اللهم فهمتي انا بعدا نكون مزيان يعني نكون انا مرتاح ما خصني والو في دماغي ما نتحاكم مع البوليس وما خدامين ما والو ني عائله لا شي حاجه فهمتي موت ولا دبر راسك جيتي الغربه قد باه سير ما تقولي لا عائله لا خوك لا صاحبك لا امك لا باك طايح في الغربه شخلى الوالد واحد النهار يلاه داوي معاه في التليفون الو الوالد هادي قال لي وليدي انت اللي بغيتي الغربه قد بها قطع الموت ومش قاش دا يقول لك بنادم ما حكا العائله لا حق ممكن لا عائله لا والو النفاق احسن حاجه دير في حياتك حق لا اله الا الله ونصيحه العمر حق الله بحالي بحالكم انا تصيدت فهمتي كان راه العائله معدك ما ديرش قول لا وهادي غير نعاود نقولها لكم انا ياك انا ما عمري قلتها لكم دابا نعاود نقولها لكم راه ما كاين لا عائله لا والو جري على راسك طيح ونوض غيسهل عليك الله سبحانه وتعالى ونهار غيسهل عليك الله عرف راسك راك راجل عرف راسك اي حاجه درتيها جبتيها بدراعك وكابابل فهمتي لي زيبول سوليد اش خلاها سولكي دراري انا خديت الوراق في لاساناتوري حيت طولت عليكم وغنبقى ندخل موضوع في موضوع فهمتي اللهم احسن نحيد لكم هذا الموضوع وانتم راه غتبقاو تخليو لي في لي كومونتير شنو علاش بغيتوني نهضر لكم الموضوع الجاي وهادي وغادي هاك تحل واحد القانون زعما على حساب حراقه ما عندهمش الوراق وهادي وبزاف المهم كي تفتح القانون اخوتي خاص بنادم تكون عنده الفلوس من الاخر حيت حنايا العرب شويه خايبين فهمتي وبالاخص مع بعضياتنا خايبين وبزاف يعني بحال البقاء للاقوى في هذيك الغربه
انفو يلاه باقي يلاه داوين باقي ما تصادقش البرلمان باقي ما صادقش على القانون واش غادي يتشحل ولا لا ما يدار روينه اللي عنده شي دار باغي يسمصر فيها اللي عنده شي وحده تيعرفها باغي تقدر تصايب شي واحد شي كونطرا ولا مفهمه مقاد معاه المسائل الدراري مساكن دخلوا الطاليان اللي جاي من هولندا اللي جاي من فرنسا اللي جاي 7 سنين وفي بلجيكا هذا نازل من النرويج 8 سنين لا ورقه لا نص كل شيء هبط للطاليان ويطلع السوق وليتي كتمشي كتريح مع بنادم في الطابله وانت اصلا ديجا راك كنتي في كورونا راه يلا خرجنا من كورونا الدراري راه ما عادش شي 4 شهور ولا 5 شهور وما سادين علينا في الدار هادي ما كنبومبيوش في الزنقة كتخرج الحالات طارئة كتخرج تجيب ما تاكل صافي فقط ولا تمشي تجيب تعبئة ولا خفية شخلاو يلاه بنادم خارج من كورونا راه العالم كامل مدعوق فهمتي ماديا ومعنويا وذهنيا وفكريا ونفسيا وكل شيء انت اصلا مهلوك شاف الدار ساد تعليق غاش قلت لك الخلعة بوحدك انا بعدا كنت ساكن بوحدي في واحد الدار بحال كون وقعت لي شي حاجه لا قدر الله ما كاينش لا يجيب لي الخبار لا حي لا ميت لا شي حاجه كنت ساكن بوحدي ترونكيل فهمتي ومخلاه على ربي راه تنخرج تنبغي نجيب من ناكل ولا هادي باش نرجع للدار باش نبقى موسوس باش نبقى نغسل في ايديا وبقى وداك الشيء اللي شريتو حتى هو تنغسلو ونعاود نشوفو حق الله الدراري مكذب عليكم مهم كي تشحل القانون الدراري سمسير سماسيرة والعباقرة تتريح مع بنادم في الطابلة تيقولك شوف اتخلص ليا القدة والقدة واغلبيه الدراري عول على 3.5 مليون الفوق 2.5 مليون بحال من 2.5 مليون 3.5 الكونترا باش غتشري دي باش غتشري الكونترا ابار هذاك الشيء اللي غتبقى تخلص تشاي دل كونتريبوت ما عرفتش اش بحال الضرائب ديال الدوله كتخلصها من 3 شهور 3 شهور على حساب انت شحال خدام من ساعه شحال عندك كتبقى تخلص هادشي كامل كتبقى تخلص دونك اول ما تفتح القانون كل فهمتي بنادم راه كيقلب على راسو اخويا اللي عنده شي واحد غيوقف معاه راه ما غيطيحش في هادشي اللي كنقول لكم اللي عنده شي واحد غيوقف معاه راه غيوريك غيوجهك فهمتي غيقولك فين تمشي فين تدفع فين تجيب هاد الورقه فين دونك حنايا كنا فهمتي بواجد كيما كيقولوا يلا داخلين الغربه طايحين ما عندناش شي عام في هذيك الغربه لقيتي راسك كتجري على الوراق وانت اصلا ما كنتي لا خدام لا والو ما عندكش الفلوس ومدبر وحاكم ربي كبير فهمتي شويه رجعنا كنخدمو شويه بدات كتدخل لنا الفلوس الحمد لله زيرنا معاهم الحزام كما قلنا دوزنا معاناه كبير راه ماشي جينا وشدينا هاد الوراق راه الماكله كنا ناكلوها مره واحده في النهار الدراري حق لا اله الا الله باش يلا تقدر تجمع واحد باش تقدر تخلص بزاف ديال الحوايج راه اول ما تحل باش ما محلول القانون باش ما خاصكش تمشي للكاف يعمروا لك الدوسي باش تدفع شي 150 اورو اين فوق كتشد داك الدوسي عاوتاني خاصك تمشي للبوسطه تخلص واحد 500 اورو تشري واحد تمبر ماركه دابولو تا هو كيدير شي 20 اورو تدفع هذاك الدوسي تسنى باش كنتسنى تقريبا شي عامين وانا كنتسنى شي عامين وانا كنتسنى يمشي شي عيطوا ليا شي عامين وانا كنتسنى يمشي شي عيطوا ليا عيطوا ليا المره الاولى الدراري مشيت عندهم بريفيتور بحال الشكل ديال العماله مقاطعه شي حاجه بحال ماكو بريفيت لا بريفيكتور مشيت عندهم الدراري دخلت حق الله يشق كنقفقف كامل اقسم بالله العلي العظيم واحد اللحظه فهمتي نتمنى لاي واحد حارق الله يسهل عليكم اخوتي كاملين حق الله يتشم القلب تمشيو نتوما تريحوا في هذاك الكرسي وتشوفوا هذيك الاجواء تعيشوهم ان شاء الله ترجعوا تشوفوا والديكم كاملين ان شاء الله يا ربي
حيت انا عارف انا ملي كتكون مدوز الحاجه ماشي بحال ما كتكونش مدوزها سامع بها، ما عمرك غادي تقدر تحس هذيك الاحساس ولا غادي. وانا ما قدرش نوصفه لكم غير كنحاول ديما نقربكم من الصوره وصافي. دخلت عند دار ريحت، عطيني هاد الورقه ها هي، عطيني هادي عرفتي، وحق الله ان شاء الله ندير وغنوريكم عندي واحد الدوسي باش تعرفوا بالله راه ماشي ساهل، حيت انا دابا مازال في البلاد ما رجعتش لطاليا. النهار ان شاء الله غادي نرجع لطاليا غادي نجبد هذاك الدوسي وغادي نوريكم شحال ديال الاوراق وغنوريكم كل شيء بالتفاصيل، كل حاجه شحال كتخلص فيها وهادي وهادي. راه ماشي ساهل الدراري، راه باش خديت اوراقيا راه ماشي خديتهم بالساهل ولا خديتهم فابور ولا اوراقيا. انا راه طالعين تقريبا ب 9 مليون ونص، 9000 اورو و 500، 9500 ديال الاورو باش طلعوا لي اوراقيا في ظرف عامين. وهاد العامين هادي كامله من نهار كتدفع الدوسي، انفو كتدفع الدوسي وانت كتخلص، كتبقى تخلص تخلص تخلص. وهاد الشي كامل راه الدراري مساكن راه دفعوا قبل مني وباقي ما شدوش وراقين حق الله. ونهار دزت في البريفيتورا راه رفضوني المره الاولى، عطوني رونديفو واحد اخر باش نعاود نرجع عندهم، عطوني شهر عطوني شهر ونص باش نعاود نرجع عندهم المره الثانيه. قالوا لي هكا خاصك تمشي تجيب لينا واحد الورقه سميتها لوسبيتاليتا الاستضافه، خاصك تمشي تجيب لينا هاد الورقه. ودابا هاد الورقه ملي كتمشي انت كتبغي تجيبها داك اللي انت ساكن معاه في الدار، حيت هاد لوسبيتاليتا كيجي الجيومترا، هاد الجيومترا هو اللي كياخد القياس ديال الدار بحال كونترولور، كيجي كيشوف الدار واش قابله للسكن اصلا، واش فيها منافذ التهويه، واش ف كاين شي شقه، واش تقدر تهز شحال ساكنين من الناس تماك، 3 4 5، واش هذيك الدار كافيه بانك انت معاهم في الدار. كيجي كيشوف بحال كيدير واحد التقرير واحد الرابور، كيجيب الوراق كيشوف كيدير. وهذاك الجيومتر حتى هو حصلو، حتى هو كي روين راه في هاد السناتوري راه مشكله الدراري. علاش كنتفادى نهضر على بزاف ديال الحوايج؟ حيت اخوتي انا ما نبغيش ليكم الاديه وانتم ما تبغيونيش نتادوا وانتم، وانا اصلا عارف راسي متبوع في هذيك البلاد يعني، فهمت يعني ساكن في واحد المدينه ساكنين معايا ناس اخرين حتى هما ما حاملينيش اصلا انا نكون في هذيك البلاد كامله، فهمتي. دونك كنتجنب كنحاول ما امكن الدراري، كنتمنى تفهموني راه كنهضر على هذا الموضوع ومرتبك، راه ماشي زعما كنهضر عليه باريحيه. لو كنت كنهضر عليه باريحيه راه كنت غنوصف لكم الدراري هذاك الشيء بادق التفاصيل، ولكن راه ما نقدرش راني متبوع الدراري، وحق لا اله الا الله راه اعتبروها، فهمتي، اعتبروها كيما بغيتو، ولكن كنتمنى تفهموني. ومو بعدا راه وصلت ليكم الفكره، عرفتوا شنو طاري؟ حيت الا غنجي غنبدا ندخل في التفاصيل نيشان غير القاو ناس وحدين اخرين من اللي يدخلوا ليا، وانا ما بغاش نخلي الفرصه لحتى شي واحد ابار الناس اللي وقفوا معايا باش دفعت الاوراق وهادي وهادي. حتى هما ما غيبغيونيش نهضر على بزاف ديال الحوايج في هذا الشيء، فهمتي. دونك الدراري الله يعطيكم السر، وحق الله الا كان راه والله هذا الموضوع راه ما كنتش باغي نهضر عليه نهائيا. راك شنو نقول لكم الدراري؟ دفعت في لاساناتوريا في القانون اللي تحل في 2019 3 مارس تقريبا، وغادي نسالي هنايا. كنحاول ما امكن ندخل معاكم في شي تفاصيل، وملي كنبدا ندخل فيهم كنلقى راسي غادي، فهمتي، كنبدا نتجر لشي حوايج ما خاصنيش نوصل ليهم. كاينين دي ليميت الدراري ما خاصنيش نفوتهم، حيت انا ماشي صايبت الوراق هي بجواج زعما، ولا مشيت تجوج بوحده غنجي غنقول لك خويا راه تجوج، مشيت القنصلية جبت الورقة الفلان فلانية شهادة العزوبة ولا ما عرفت شنو. خوكم ما فايتش فيه الزواج اخويا، راه ما عارفش شنو هو داكشي كيطالبو تما. خديت ورقي في قانون، باغي تصايب ورقيك نصيحة لي وجه الله، داكشي اللي غتبقى تشري صاحبي لاكوس، وغتبقى تشري لي لاريني، وغتبقى تمشي كل سبت وانت السيمان. وتا انا ما كنفهمش انا بنادم، وحق لا اله الا الله ما كنفهمش انا بنادم، وكيفيق مع الخمسة ديال الصباح وكيبقى يحرش بحال الجمل، ومن الخمسة ديال الصباح هو كيحفر حتى الخمسة ديال العشية، وكتلقاه دار وما كيصيفطش ليهم، ونهار السبت كتلقاه في الفوت لوكر كيشري في تي ان الاواخر. وانت سيرش من اواخر سير جمع الفلوس، وتي نهار تتوقف عليه تقول لي 50 اورو سلف عليا تبدي يبكي. هو كامل لاكوست شارب واحد، تلقاه دار بواحد لاكوست
250 220 ديال الاورو، كتلقاه لابس لاريني تاهي 180 ديال الاورو، 170 165 في السول. نهار تيتحل القانون تلقى بنادم تيبكي، ما عندوش شي جدريال، يلا خرا ما عندوش باش يشري هذيك ماركه دابول وداك التمبر، ما عندوش باش يشري. وتهضر معاه ما كيتقاداش، سير اخويا جمع فلوس دار علاش ترجع. تم اللي تحل القانون تلقات انت راسك واقف معاك يقول لك بنادم هكدا، تقول لي مرحبا، تكون كاين صاحبي، حيت الغربه راه هي الورا، الغربه راه ماشي اللباس. نهار غيسهل عليك ربي وغدير انت وراقك راه غتلبس وبزز منهم، فهمتي؟ راه انت غتولي تلبس وانت غتولي تخرج وغتولي تسافر معزز مكرم، كيتبدلوا بزاف ديال الحوايج، انت ما عندكش حتى الوراق، والديك ما كتعاونهمش، ما كتصيفط ليهم والو، وكيبقاو الدراري. انا راه ماشي، انا راه ما سوقفتش شي واحد، نتوما عارفيني كيفاش داير، انا راه تنقدر نكون جالس كيطيح شي واحد، طيح حدايا شي واحد من البالكو تخبط حدايا، راه كندير فيها نشوف الله يرحمه كنريح في بلاصتي. انا هاكا داير، انا هاكا نعيش حياتي، معمرني عشت حياه الناس. ولكن ملي كنشوف زعما شي بزاف صحابي، كنشوف دراري قراب ليا، راه ما كنبغيش ليهم هذاك الشيء. علاش؟ بحكم التجربه، ملي كنهضروا راه كنهضروا بالتجربه الدراري. نهار غيسهل عليك الله، راه انت غتلبس ماشي ما غاديش تلبس. تقريبا كان اخر قانون تفتح في ايطاليا كان في 2011، الحمد لله اللي عندنا الزهر جينا مع هذاك القانون. تفتح قانون الاخر على حساب كورونا في 2000 في 2020. كان تحل اخوي نهار 1/6/2020، 1/6/2020 بداو الناس كيدفعوا في الدوماندات، وكانوا عاطين فيها 15 يوم، من 1/6 وقالت 15 في شهر 6. ومن بعد ملي صابوا الاقبال قليل، يعني الناس ما لقاوش باطروناش، وباطروناش ولاو كيسمصروا في الدراري كيشدوا من عندهم فلوس، اللي دافع 3.5 مليون 3500 يورو، هبطوا الدراري كما قلت لكم من فرنسا، من هولندا، من سويسرا، بلجيكا، الدراري حراقه سمعوا القانون تحل عاوتاني، هبطوا طلعوا السوق، يعني الدراري خدامين جامعين فلوس، كيجيب معاه فلوس، كيجي كيشري كونطرا، بو داكشي ما عندنا ما نديرو بيه، الله يسهل على اي واحد، من باب التوضيح وصافي. كما قلت لكم اخوتي، في تحلت القانون هذا طلبوا فيه بزاف ديال الشروط، فهمتي؟ وهاد القانون هذا كانوا فيه جوج نواع ديال الكونترات اللي تقدر تدفع بهم في هاد القانون هذا. كانت واحد كونترا يا كونترا ديال الفلاحه كيعطيوك فيها عام، يا كونترا ديال البادا، انت زعما تخدم في الديور، شعاون شي واحد شي شيباني ولا مهم اي خدمه كتعلق بالمنازل، جاي عندك الحق تدفع بها، وهادي كيعطيو فيها عامين، يعني واحد كونطرا لي مزيانه، تشادي الفلاحه مزيانه، تاخذ وراق ديال العام، من بعد تبقى تدفع بهم لافوروس وبورديناتو، تبقى تبدل وراقك عادي، فما يقرب يوفالك بيرميسور، كتبدلنيش غير بكونطرا ديال الخدمه. بالنسبه للشروط اللي كانوا طالبين، يعني خاص الباترون عندك ما يكونوش عنده مشاكل، يعني ما يكونوش داعين الناس، ما عنده حتى شي مشاكل في المحكمه مع الطاليان على حساب القانون ديال السميه، قانون سيتشانتو في الطاليان كيقول بحال ما هكا، ما خاصش يكون عنده حتى شي مشاكل نهائيا باش يقدر الباترون ديالك يدفع لك. وبالنسبه لك نتايا ما خاصش يكون عندك قضاء مشاكل مع القضائيه، ولا فيش مشدود على الدروغه، ولا مشدود على شي حوايج بحال ما هكا، السرقه ولا في القانون رقم 380 تريتشانتو طانطا، الا كانوا عندك شي مشاكل بحال هادو ما غادي يجيك الرفض، ما غاديش يقبلوا لك، وما غاديش تاخذ اوراقك، يعني فهمتي؟ الانسان ديما علاش بنادم يبعد من المشاكل، تبقى معاه منقيب في الشارع، اجاب الله تفتح شي قانون ولا تمشي تدفع تاخذ وريقاتك معزز مكرم، كاين لا تبقى غادي فهمتي، سير طلع هبط المحكمه هادي. وعاود ثاني الدراري اللي بحال كانوا دازوا عند جودي تشي دي باتشي قاضي السلام، يعني ملي كدوز حدا قاضي السلام وعطاك الرفض، راه خاصك فهمتي، خاصك تخوي الطاليان تمشي تقلب على راسك في بلاصه وحده اخرى، ما كاينلاش بنادم تيبقى يضيع في الوقت، تشكون دير شي مشاكل في شي بلاد وتبقى مريح فيها، تبقى العمر غادي كيجري وما كتصايب لا اوراق لا والو فيها، صافي جاك درتي مشكل في شي بلاد خرج خويا قلب على بلاصه وحده اخرى تشد فيها اوراقك،
عندك مشكل في ايطاليا لا بقى تخول اسبانيا، عندك مشكل في اسبانيا سير خول شقة ونشخور قلب عاوتاني، ويا من الاحسن بنادم يتفادى داكشي ديال المشاكل نهائيا. والله الدراري باش بنادم يبقى نقي. بالنسبه للشروط اللي طلبوا، خاص الباترون باش يدفع لك بعدا خاص يكون كيتقاضى واحد 20,000 اورو في العام، 20 مليون خاصة تكون عنده هذيك كيدخلها في العام. في حالة ما كانش عنده هاد 20,000 في العام، يعني يقدر يدفع لك بديك الانفاليديتا، يعني كيكون معاق ولا فهمتي، هذيك في هاد الحالة هذي يقدر يدفع لك. وعاد يزيد بزاف ديال الاجراءات، بزاف ديال الاوراق، هذيك كيما قلت لكم هذيك لوسبيتاليتا ويدوني تاع دار لوجيتيفا، الوراق كيطلبوا لك اللي كاري المدار اللي انت ساكن عنده، بحال اللي كاري ليه الدار كتجيب الوراق ديال المدار ديال الموبل، والوراق ديال هذاك اللي كاري ليه فوتوكوبي ديالهم ديال لاكارت ديال مول الدار، ومول الدار اللي مسكنك عنده تايا كاملين. يعني دو من النقاط الأساسية اللي كانت تفتح فيهم القانون، وكانوا طلبوا لنا بروف سيش قاع ما ذكرت لكم البروف الدراري كش غنساها حق الله العظيم. بروف زعما هي شي حاجة تتأكد بأنك كنتي داخل نهار 8 قبل من 8 مارس 2020 كنتي في إيطاليا. علاش مزيانة بنادم كيطيح في شي بلاد تمشي للسبيطار، ملي كدوزو لك كيعطيوك واحد الورقة، هذيك الورقة راه كيكون فيها التاريخ امتى دخلتي لهذيك البلاد، هذيك الورقة كتشدها كتحتفظ بها ودير ليها فوتوكوبي صورها ارسلها لداركم، ولا من الأحسن تخليها عند شي واحد تيقة تبقى أوريجينال. الدراري اللي كانوا مشدودين كونترول عند البوليس وعاطينهم فوليو دي في الورقة ديال مغادرة التراب، هذيك تاهي ردفعوا بها الدراري مزيانة. والدراري اللي ما عندهمش هاد الورقة هادي اقسم بالله تا وصلت 800 ديال الاورو، 900 ديال الاورو باش شراو الدراري. ولكن دير في بالك راه هادشي هذا راه ماشي زعما فيه زعما اللعبة تمشي غتشريها وغتدفع وكدا، راه المينيستيرو ديال الانترنو وزارة الداخلية هي اللي مكلفة بالدوسي ديالك، راه فاش كتمشي للكاف كتبغي تدفع هداك الدوسي كتخلص هو 150 اورو للكاف على حساب 150، كاين اللي كيشد من عندك 80، كاين اللي مهم اجراءات عادية هادي كتمشي لهاد المكتب هذا ديال الكاف تسهيلات، فهمتي بحال التسهيلات عندنا حنايا، كتمشي ليه هو كيتكلف لك بأي حاجة، كتقول كيشد هاديك الدوموند كيدفع لوزارة الداخلية نيشان المينيستيرو ديال الانتار، هي اللي كتكلف لك بالدوسي ديالك. يعني اللي كانت شي حاجة مشيت ليه راه ديك الساعة مكتقبلش لك الدوموند، باقا كاع ما تدوز لتشالا لعند العامل لعند البوليس لا والو، الوزارة تتحبسك السيد راه عنده شي حاجة مشيت ليه، وتي جاوبوك راه تيقولوا لك علاش في الايميل ضروري تيقولوا لك ها شنو عندك واشنو عندك، ماشي تخليو بنادم زعما معلق ولا وشنو هو باقي اخر. عاوتاني قلت لكم الدراري ورقه ديال السبيطار، ورقه ديال الكونترول في الطوبيس، كنتي طالع في الطوبيس شي نهار وشدوك هذيك الورقه تاعي بروفا، كنتي مصايب باسبور، كنتي مصايب باسبور تماك في القنصليه تماك تاعي هي بروفا، بحال هاد الحوايج الضروره الدراري يكونوا عندكم انفو تدخل اي بلاد ماشي ايطاليا بوحدها، اي بلاد تحتي فيها ورقه ديال الكونترول، ورقه ديال السبيطار، شي كارطه صايب جيها، شي ورقه شدوك بوليس عطاوها لك، هادو تا هما كاملين مزيانين الدراري يبقاو عندكم. جنضن راه هادشي اللي كاين، والله يسهل عليكم كاملين ان شاء الله يا ربي، وبنادم غير يصبر، بنادم صبر وصافي، وان شاء الله راه كلشي غادي يقادو ريقاتو وكلشي غادي يكون مزيان ان شاء الله. وبالنسبه للناس في هذا القانون هذا الاخر، حنا مع بعضياتنا واعرين، حنا مع بعضياتنا واعرين، نهار كي شحال القانون الدراري كتنوض سمسير بالعربيه اللي عند، ونهار انت غاش بغيت تصايب هذه الورقه هذه اقسم بالله العلي العظيم اخوتي ما نكذب عليكم، الى هذه الورقه هذه وصلت حتى 600 ديال الاورو، يعني انا مثلا انا عندي الدار انت محتاج هذيك الورقه كنقول لك غتعطيني 600 اورو وغنمشي نجمع لك هذوك الاوراق، وهذاك الشيء كامل هذوك الاوراق كاملين بشحال كيتقاموا عليه، تقاموا عليه بواحد 50 اورو حتى 70 اورو. شوف دابا
من 50 أورو ل 70 أورو. تيجي عندك تشيك يقول لك غاش عطاني 600 أورو. وبزاف ديال الحوايج انا راه كنهضر على هادشي، وانا راه عارف شي ناس غيتفرجوا فيا وغيشوفوني وما يعجبهمش الحال نقول هاد العيبات هادي. وانا انا اللي بغيت نوصل، انا الرساله انا كنوصل للناس عامه، قد ما نقدر شي تعاون مع اخوك المسلم تعاون معاه، راه ربي غيتعاون معاه. انت تعاون مع بنادم وربي راه غيتعاون معاك. واش تشوف صاحبي خوك مسكين مقهور، تلقى الدري مسكين صاحبي تشي فيه قرب عدل الصباح، تيمشي للمارشي ديال السوق تيخدم، يهز صنادق يسد في الخضره يدير، والبرد حق الله تتبكي بهذاك البرد، والله تتبكي. وزو عاوتاني الهضره وحده اخرى، بشحال كيخدم بنادم؟ كيخدم بنادم 30 اورو 25 اورو النهار في السوق، من 6 ديال الصباح حتى 4 ديال الصباح خاصك تمشي معاه للمارشي، تجي تسد في الخضره هادي حتى 12 ديال العشيه ولا الوحده ديال العشيه، حتى الجوج نديرو حتى الجوج عاد كيسالي الجوج، ترجع للدار مع الجوج هاك كدوش كتغدى، وبنادم كينعس عاوتاني مسكين خط واحد. ونهار كيجي كيبغي يصايب هذيك الوريقه مسكين حتى هو يلاه مقاتل مع الوقت، تجي تبدا تقول لي 600 اورو زعما تا نهار جيتي تزاديتي تما تا زعما نهار طحتي في هذيك البلاد كنتي عندك جنسيه جدك الالياني وكرد السيف، راه مع العروبيه راه مصيبه كحله وحق الرب العلي العظيم الدراري، عرفت تحيره مع العروبيه الناس ولاد الخير واللي مدواز واللي اللي زعما كابر في الخير، وهادي اقسم بالله العلي العظيم تنعرف واحد الدري صاحبي وعندو خوالات وكدا وهاد، واحد المعامله وتجريو معاه وصايبوا ليه هاد الورقه هادي فابور ودفعوا ليه وريقلوا لي امور. تنعرف واحد صاحبي عاوتاني كونطرا والله ما خلصها، كونطرا تعطاتو فابور في سبيل الله، كونطرا تعطاتو فابور في سبيل الله. كان هذاك الحج اللي غنمشي ليه غنمشي نحج، وترى نجاهد انا نفسي مع عباد الله مع المستضعفين في الارض، هذيك راه هو الحج انا بالنسبه لي، انا بالنسبه لي ما راه كون جات عليا انايا اقسم بالله ما يبقى شي واحد خاصو شي خير حق لا انا هكا داير ديال الله. او واش واحد مسكين تيشد 25 اورو النهار، شحال خاصو يخدم؟ خاصو يخدم شهر باش يخلص لك هذيك الورقه. فين هي ماكل؟ شوف فين هو شراب، وفين هو لباس، وفين هو كراه؟ اش غيصيفط لوالدي هذا؟ اش خليتي ليه تما يدير مشاكل؟ وحق الله العظيم الدراري راه تنبدا نهضر على هاد الحوايج وتنتفادى بزاف ديال الحوايج، راه عرفت كيفاش تنهضر وعقلي يدير واحد المجهود جبار باش كنتاقي دوك الكلمات بعناية، وكنحاول ما نقيس حتى شي جهة من الجهات اللي تحاكيش معاهم في الوراق ديالي حتى انا. والله راه تنتمنى تعذروني الدراري حيت الموضوع راه ماشي ساهل حق الله العظيم. ودير في بالك راه ما كاينش شي واحد اللي غيوصلك من غيرك انت، حيت انت بوحدك هو اللي قادر توصل راسك براسك، حيت معمر شي واحد غيوصلك وعمر شي واحد غيتعاون معاك الا ما تعاونتيش انت الاول مع راسك. هادي راه قاعده خوده، هادي فهمتي خوده من عندي انا، ما كاينش شي واحد غيوصلك لداكشي اللي باغي من غيرك انت، يا غتوصل راسك يا غتبقى في بلاصتك. ما يكونش عندك الوسخ، الدراري بعدو من المطايفة، الدراري بعدو من السرقة، الدراري بعدو من الدريات. هادو علاش نعرف بزاف ديال الدراري مساكن دافعين في قانون قبل مني باقا ما خداوش الوراق، حق لا اله الا الله. الدراري صحابي، ارجع ان شاء الله والله تلاقيكم معاهم، جيبو نريحو حدايا واشرح ليكم شنو سبابهم طايفة مضاربة الدراري. من تيتحل القانون تلقى راسك دافع وكدا تيجيك الرفض من الكوميسارية، لا حكا الرابور فيها الضارب شي نهار فلان فلاني، ولا رشديناك عندك. لا نبداو نقولو في هادشي هنا في اليوتيوب، الدراري نتوما راكم عارفين راكم ولاد الغربة، و الدراري اللي في البلاد راه عارفيني علاش كنهدر، علاش كنتفادى بزاف ديال الحوايج. راه كيتبعونا عائلات، كيتبعونا عيالات ورجال كبار، ما كنبغيوش فهمتي نهبطو معاهم النيفو، بيناتنا راه هانية محد معانا الناس كبار ومعانا والدينا وما عندنا كنديرو ليكم. الدراري تفاداو المشاكل، نصيحة لوجه الله، بنادم قد ما صاب يتفادى المشاكل، وقد ما انت
كتفادى المشاكل قد ما ربي غيسهل عليك في الوراق بواحد الطريقه اللي ما غتخيلهاش انت. راه كله بالجاج كله بالجاج، ومازال حنا نقولوا عندنا الزهر، جينا ما طحنا شحال القانون، يسرنا الله قضينا امورنا، الفهم يفهم. حتى واحد ما عطانا شي حاجه فابور، حتى واحد ما من علينا، والحساب صابهم انا يعني كل واحد. والله يرحم الوالدين، اي واحد وقف معانا واي واحد جرى معانا بشي حاجه الله يرحم ليه الوالدين، باش ما نكونوش نكارين الخير. حنا ولاد الناس ولاد الاصل، واش نعرفوا واش شي مزيان، ماشي عاوتاني بنادم ولكن بنادم فهمتي كل حاجه كتعطاه حقه. شمع الفلوس كون راجل، بانت لك شي وحده باغا تزوج زواج بيض، مش حنيش الراس. المهم انا اللي نوصيك هو راسك، خليه ديما ديما هز راسك، مدل راسك لتي شي واحد لتي شي وحده، ني عائله لا صاحبتك لا صاحبك لا كون تشق. علاش هذيك الغربه انا راه تجيني بحال اليوم القيامه الله يسر، وحق لا اله الا وكل شيء يضرب على راس، وكل شيء تيجري على راس، وتتوقف على واحد وخا يشوفوك تتقطع والله كاس ديال الماء ما يعطيهولك. راه ما تنعممش بطبيعه الحال، راه الناس حجار وطوب، ولكن الاغلبيه الساحقه راه ما يسوا وما يصلاح، وخصوصا المغاربه ديالنا، خصوصا عرب ناري ناري عرب راه الشر، حق لا اله الا الله. وتغفل طارت عينك ودير هذيك هابشه لك ديالك، والزواق والجنون. واكثر حاجه نصيحه لوجه الله، بعد من عائلتك تربح، حق الله العلي العظيم، بعد من لا فامي تربح، اقسم بالله شي انفو تخرج من تخرج من عند عائلتك غيسهل عليك الله، غدير الفلوس وغدير لاباس، وغتولي مزيان في صحتك وفي حالتك وفي عقلك وفي كل شيء، غتولي مرتاح، وغتولي تخرج وقت ما بغيتي، وتدخل وقت ما بغيتي، وتاكل اللي بغيتي، كتولي مزيان صاحبي، كتولي حر، كتولي ليبر، كتولي ديال راسك، ما كتبقاش مراهم بشي وحده وبنادم حاضيك فهمتي، وديك الشوفه الناقصه وديك التمسويس وبنادم مريح ليا الدار، وكم عارفين الدراري تتولي تتشاب القيمة ديالك، مريح كي تخلص كراك تتولي مسؤول ريسبونسابل صح، كتولي تخلص كراك تتولي تخلص انت اللي عندك شي غاز شي ما شي ضو شي لعيبة تقضيها، تمشي انت نهار السبت تقدا تقضي ديالك، تهز احسن دانون تهز احسن ما بغيتي خدام برزقك، تمشي تخلص برزقك تجي. المهم الدراري راه كنظن وصلنا للاخر ديال هاد الفيديو هذا، عذروني وصافي. المهم مسألة ديال هاد السؤال هذا راه حاولت نجاوب عليه قدر المستطاع، وماشي يعني الموضوع شويه حساس، ماشي بحال جميع المواضيع. دابا شرحت لكم بزاف ديال النقاط، يعني بنادم لي شويه زايد نغزه في عقله راه غيفهم، راه غيدور كلشي غيشد غيخرج بخلاصه. تلقاو الدري مضغوط ما خصوش يقيس بزاف ديال الجهات، ما خصنيش نهضر في بزاف ديال الحوايج، خلاصه تلقاو خديت الاوراق ديالي في لاساناتوريا تكرفصنا جعنا عليهم بالصايبناهم، ضربنا عليهم التماره، سمعنا عليهم الهضره، وحنينا الراس بزاف. البنادم اللي ما يسواش زعما شي واحد اللي شي واحدين ما فهمتي، وما يستاهلش ما يستاهلش تسلم عليه حتى باش ما عطي ليه حتى يدك بحال ماكو، ولكن راه شي يقول لك وحنا ما عندناش هذيك فهمتي، عندنا واحد النفس ديال تي يقول لك لا كانت الحاجه عند الكلب قول لي سيدي، حنايا ما عندناش هذاك الشيء، حنا ما عرفتش انا. المهم انا تنهضر على راسي، انا ما عديش انا ديك القضيه ديال نمشي عند الكلب نقول ليه سيدي حقاش صافي، الكلب كلب والسيد راه السيد تيبقى، انا ما عديش واخا نبغي وما نعرفش نافقك وما غنعرفش ندير لك هذيك الضحكه الصفراء باش نرضيك تايا. عندي معاك راه عندي معاك، ما عنديش معاك راه ما عنديش معاك، راه غتشوفه في وجهي زعما، واخا نعيا ما نخبي عليك راه عينيا ما يكذبوش عليك فهمتي، حيت بنادم صريح حنا كدير الصراحه. تكرفصنا عليهم ديال بصح، وسمعنا الهضرة وتمرمدنا وتبهدلنا وحرمنا ريوسنا من بزاف ديال الحوايج، وأقسم بالله العلي العظيم لواحد الدرجة ديال أنك تمولف فهمتي، بنادم تعيش الرفاهية. أنا خدام الحمد لله بخير، مسهل عليا السيدة ربي أموري غادية مزيانة، من نهار خرجت من عند الفاميلا
مع هاد الفاميلا هادي ولات كديرونجيني، باش نكون معاكم صريح، ما بحال حشومه، فهمتي؟ حشومه تقول عليهم عائله، بحال حشومه تقول عليهم عائله. ما العيبه ديال العائله غنحاول غندبر لها فشي مصطلح، ولا نتوما قلبوا معايا على شي مصطلح الدراري نبقاو، فهمت؟ نقولوا يكون هذا هو المود باس ديالنا فلاشين، يعني انفو نقولوا لكم ما تعرفوني على من داو، حيت فهمتي العائله راه فيها وفيها، راه العائله راه شي حاجه ثقيله، شي حاجه اللي عندها معنى، فهمتي؟ عندها سانس وكتحس بيه، ما كتقول العائله راه العائله. دونك فهمتي هاد الناس هادو اللي تنهضر عليهم ما يستاهلوش يكونوا عائله ديالي، وفهمتي وانا حاليا ما كتربطني بهم حتى شي حاجه نهائيا من غير هذيك الكنيه، يعني فهمتي؟ والكنيه حتى هي بالنسبه لي راه عندها واحد الفالور، يعني كون ما كانش عندها فالور كنت غنقدر نمشي نبدلها، فهمتي؟ باش ما تبقاش شي حاجه تربطني مع هذوك الناس. وشويه بشويه وغنهضروا، انا غندخلوا عاوتاني لواحد الموضوع واحد اخر ديال العائله. هذا الموضوع هذا غتكون سميتو العائله، كحال شو حط الله شي كحال شو كيما تخلعوا ما والو، راه العيب انا كذبنا عليكم شي حاجه ولا قلنا فيكم شي حاجه اللي ما فيكمش، داكشي اللي عشو بتفاصيله وغنبارطاجيه مع الناس. علاش؟ الخبره، فهمتي؟ التجربه واحد الحاجه عشيها ما بغيتش شي واحد يعيشها، فهمتي؟ حيت حاجه خايبه ما بغيتش شي واحد يدوز هذيك الحاجه خايبه، فهمتي؟ انا قد ما نخلي بنادم يبعد منا قدر المستطاع، فهمتي؟ العائله واخا تكون واصل معاهم ما عادش فين في المحبه وفي المعز، ابعد ابعد لك، فهمتي؟ بعد في الزنقه شهر وغيسهل عليك الله، ولا باش عندهم هما عام وغاش بقى في حاصل في بلاصتك، والحضية والنقير والبكا والشكا وحنايا وناري، وفهم؟ اللهم اخويا سمع نصيحة لي وجه الله بعد، وحاولوا تقلبوا لي على شي سمية نبدلوه، فهمتي؟ المصطلح ديال العائلة نبدلوه، باش العائلة تبقى ما توسخش، هذيك السمية ديال العائلة ما توسخش، تبقى بالقيمة ديالها بالهيبة ديالها. باش ملي نولي نقول لكم على شي ناس العائله، اش عرفوا هذوك راه عائله بصح، وملي نقولوا لهم هذيك السميه اللي غندبروا عليها راه غاش فهموني علاش داو. انا غادي نسالي هاد الحلقه هادي، كنت منا تكونوا خديتوا هذاك الشيء اللي كيهمكم منا، فهمتي؟ حيت راه صعيب عليا الحال، ما ماشي كنجي كندير ورقه والسيلو كنبدا نقرا، ولا كنرتب النقاط ديالي، ولا كنرتب الامور كنهضر، فهمتي؟ بشكل عفوي كنهضر نورمالمون، راه كنهضر بطلاقة، فهمتي؟ ما عنديش مشكلة انا في الدارجة المغربية. على اي الدراري الموضوع راه شرحت ليكم بلا ما نطول عليكم شنو كاين. تحياتي ليكم كاملين دراري ودريات، حقاش الدريات ولاو كيكومونطاو ليا علاش كتهضر على الدراري، علاش كتقول هادي، نتوما راه ما نسيناكمش الدريات، سمحوا لينا. تحياتي ليكم كاملين، ما تنساوش الدراري ابونيد، عجبك المحتوى ديال هذاك الجام بارطاجي مع صحابك اللي تعم الفائده، وهذا ما كان اخوتي، تشوفوا في شي فيديو جديد ان شاء الله، موضوع جديد وراكم تما. تحياتي.